يقول في قضية مطولة إنني أرسلت رسالة وكنت قد طلقت وحلفت يمينا بالله بالطلاق على زوجتي وهي غير موجودة معي وأنا مقيم في المملكة في مكة وكان اليمين أن أقسمت به في شريط كاسيت وأرسلته إلى زوجتي إلى بلدي في مصر علما بأنها كانت وقت اليمين في لحظة غضب علما بأني كنت في وقت اليمين في لحظة غضب وأنا الآن نادم على ما صدر مني فوجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا إذ أن بعض الناس قال إن هذه اليمين لا تقع. هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى سماع لكلامك الذي في الشريط ما دام أنه مسجل ومحفوظ فإنه لابد من سماعه وماذا قلت فيه. عليك أن ترجع إلى أحد أهل العلم في بلدك أو إذا كان الشريط موجودا عندك في المملكة فإنك تستصحبه وتذهب إلى أحد العلماء وتسأله. ألاحظ أنه كتب سطرا في نهاية الرسالة يقول فيه شيخ صالح فحلفت اليمين 3 مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق أمام الشريط الكاسد وأرسلته إلى زوجتي في بلدي. هذا ليس يمينا, هذا طلاق منجز. هذا طلاق منجز, ولذلك قلنا لا بد من حضوره وإحضار الشريط عند من يستفتيه من أهل العلم إما من القضاة وإما من الجهات المعينة للفتوى. جزاكم الله خيرا وأحسن.